على بركة الله متابعين الكرام، تتواصل الانطلاقات وتتواصل الأشواط على أرضية هذا الميدان. متابعين الكرام، انطلق قبل لحظات بحفظ الله ورعايته الشوط السادس للقعدان المفاريد، والمسافة هي 1500 متر. متابعينا الكرام، نتقدم مع المراكز المتقدمة، مع المراكز المنطلقة والباحثة عن الصدارة وعن الناموس. أول الأسماء المنطلقين والباحثين هنالك هرماس، من ينطلق بشعار النواميس، من ينطلق بهذا الشعار المتميز في هذا الصباح، ينطلق سلطان هزاع بن حمد أبو شريدة، من ينطلق مع المركز الأول. نقلتنا على ثاني المراكز وثاني المنطلقين، يتقدم مياس وعبد الهادي بن مبارك الشهواني، من ينطلق الشهواني مع المركز الثاني. ثالث المنطلقين يتقدم عنيد وسعيد بن علي بن عبد، من ينطلق متابعينا مستمعينا الكرام. رابع الأسماء والمنطلقين المضمين معنا هنالك شاهين، يتقدم الأفجح هادي بن سالم. أعود بعد ذلك إلى الشعار المتميز، أعود بعد ذلك إلى الشعار الذي أثبت قوته وأثبت جدارته في هذا الصباح الجميل. بعد أن انتزع الأشواط الرئيسية الثلاث، ها هو ينطلق متابعين الكرام، يتقدم هرماس وسلطان بن هزاع بن حمد أبو شريدة. من ينطلق مع المركز الأول؟ من يفتتح 100 متر الأخيرة وبدون منافس متابعينا الكرام، ليضيف هذه النقطة لرصيد هذا الشعار الحافل بالإنجازات؟ تهانينا له الناموس. المركز الثاني كان القدوم من مياس لعبد الهادي بن مبارك الشهواني. المركز الثالث كان الوصول من عنيد السيد سعيد بن علي. تهانينا والناموس متابعينا الكرام لمالك هرماس سلطان بن هزاع أبو شريدة على الفوز بالمركز الأول. التوقيت الزمني لحظة الوصول 2:07:36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.